هلو افريون، ان شاء الله كلكم تكونوا مناح وصحتكم منيحة. اليوم رح نكفي بالنيرفس سيستم. اخر مرة حكينا ساينابس، واليوم رح نحكي عن سينابتيك ترانسميشن. شو هن الاوبجكتيفز بهيدا الدرس؟ رح نسمي او رح نعدد الستابس تبع السينابتيك ترانسميشن. سينابتيك ترانسميشن يعني كيف بينقل النيرفس مسج through the synapse from the presynaptic to the postsynaptic membrane. رح نحكي كمان عن two types of synapse. هلا بس لنتذكر شو يعني synapse. synapse هي ال functional junction. ليش functional؟ because it has a very 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 specific and important function between a neuron and another. the neuron يلي بالأول يلي ببلش عنده المسج هيدا بسميه presynaptic neuron، وتاني نيورون بسميه postsynaptic neuron. هلا هيدي الجنكشن تقدر تكون between a neuron and another neuron، أو between a neuron and a cell of a gland، or between a neuron and a cell of a muscle. اوكي، هلا رح نحكي عن الستبس تاع اللي بيصيروا لحتى نيرف امبلس او نيرفس مسج تقطع من البري سينابتيك للبوست سينابتيك ممبرين. اوكي، سو وات ايم جوينج تو درو هلا هو سينابس. قلنا انه السينابس هي شو؟ هي عباره عن بري سينابتيك ممبرين بيرجع عند البوست سينابتيك ممبرين او نيورون. بري بوست، وقلنا الفراغ بيناتهم شو منسميه؟ منسميه synaptic cleft. قلت انا كيف بقدر ميز بين البري والبوست؟ بالبري بيكون في عندي vesicles and these vesicles contain chemical substances. هول chemical substances اسمهم neurotransmitter. وعلى البوست بيكون في عندي receptors، وهودي receptors بيكونوا compatible مع neurotransmitter، يعني النيوروترانسميتر بيقدروا يعملوا فيكسيشن على هودي الممبرين ريسبتور. طيب شو اول مرحله لحتى يقدر يمرق هيدا النيرفس مسج from the presynaptic neuron to the postsynaptic neuron؟ اكيد اول مرحله هو انه لازم الاكشن بوتنشال يوصل على اخر نيورون هون. يعني هون في عندي اكشن بوتنشال جايه من فوق بقلب الفايبر، بينزل بينزل بينزل، اخر شيء لوين بيوصل؟ على هيدي التيرمينال بود. اوكي، سو اول ستيب يلي هي هون 1 هي the action potential arrives to the presynaptic neuron. بليز هولي كثير مهم نحفظهم. اوكي، بعدين لما يوصل هالاكشن بوتنشال على presynaptic membrane دغري الفيزيكل يلي هون they fuse fusion مثل union، بيتحدوا مع مين؟ مع the presynaptic membrane and they open هيك. يعني تخيلوا هون ما بقى عندي شيء. and these neurotransmitters are released in the synaptic cleft. okay، so هرجع عيد. بمجرد ما وصل الاكشن بوتنشال على presynaptic membrane هيدا حيخلي الفيزيكل يعملوا فيوجن مع الممبرين، and the neurotransmitters will be released in the synaptic cleft. على فكرة لهلا المسج بعده ما نقل على البوست، يعني مجرد انه ينزلوا النيوروترانسميترز على السينابتيك كلافت هيدا ما بيعني انه المسج قدر ينقل. اوكي، هلا في شيء بدي اياكم تتعلموه، كلمة exocytosis. شو يعني exocytosis؟ exo يعني outside. These neurotransmitters when they go outside the cell هي بسميها exocytosis. أي شيء بيطلع outside the cell بقول عنه exocytosis. So since these neurotransmitters are released outside the presynaptic neuron هيدي بسميها exocytosis. Okay؟ رابع مرحلة obviously إنه هال neurotransmitters will bind to their specific membrane receptor يلي موجودين على ال postsynaptic membrane. okay، so رابع مرحلة neurotransmitters bind to their specific membrane receptor
على البوست سينابتيك ممبرين. هلا هون بدي اياكم تنتبهوا لشغله. هون في عندي احتمالين. اول احتمال انه the nervous message is transmitted to the post synaptic membrane. يعني اذا انا عم حاطه هون اوسيلوسكوب عم سجل بالبوست اوكي ولقيت انه هالاوسيلوسكوب عطاني انه في action potential بالبوست synaptic membrane، بقول انه هيدي السينابس نوعها excitatory. So شو يعني an excitatory synapse؟ Simply it means انه the nervous message through the synapse can be transmitted from the pre to the post synaptic neuron. However اذا قالوا لي بالgiven انه والله هالمسج ما قدر يقطع، هالمسج is blocked in the synaptic cleft، خلص ما يعني وصل المسج على البري بس ما تسجل مسج تاني بالبوست، او مثلا ممكن يعطوكم هيك هايبر بولاريزيشن يعني مش اكشن بوتنشال صار بلس مثل هون. بهيدي الحاله هيدي السينابس بيكون نوعها انهبيتوري. اوكي سو بخامس مرحله هون بدي انتبه، اذا قالوا لكم تسجل اكشن بوتنشال بالبوست او قالوا لكم في نيرفس مسج بالبوست، سو هيدي السينابس بيكون اسمها اكسايتاتوري. however اذا قالوا لكم ما خلق عندكم اكشن بوتنشال بالبوست او ذا مسج از بلوكت، بتكون هيدي السينابس نوعها انهبيتوري. اوكي هلا ما بنخلص هون، يعني هول ستابس بعد فيه. شو اخر مرحله بالسينابتيك ترانزميشن؟ انه بالسينابتيك ليفت بيكون في عندي سبيسيفيك انزيم يلي بيجوا بيعملوا ديجراديشن لهالنيورو ترانزميترز يلي اوريدي قعدوا على الريسبتور and they are uptaken by the presynaptic membrane. بيرجعوا باك لوين؟ على البريسينابتيك ممبرين. سو النيوروترانسميترز مش بينزلوا خلص بيقعدوا فوريفر على الريسبتور، لا، مثل كانه بينعمل لهم ريسايكلينج. اوكي فبتجي انزيم سبيسيفيك تقطعهم بترجعهم على البريسينابتيك ممبرين، واكيد البريسينابتيك نيورون بيرجع هو بيصنع النيوروترانسميتر عن جديد. اوكي فاذا هول المراحل كثير مهم انكم تحفظوهم. في شيء كتير مهم I wanna make sure انه انتو فهمينه. لما هلأ خبرتكن عن الـ two types of synapse، قلتلكن في synapse بيكون اسمها excitatory وفي synapse بيكون اسمها inhibitory. اوكي هلأ الشيء اللي كلنا منتفق عليه واللي انتو ما رح تضيعوا فيه انه excitatory بتعني انه the nervous message is transmitted to the postsynaptic membrane. بالinhibitory the nervous message is blocked، ما بينقل على الinhibitory على postsynaptic membrane بالinhibitory synapse. طيب هلا في شيء هون بدي اياكم تنتبهوا له، انه انا تقدر حدد اذا هاي synapse excitatory او inhibitory بدي اتاكد انه انا عم بعمل effective stimulation بالpre. يعني انا عم بعمل stimulation والintensity تبع هاي stimulation عم بتكون above threshold، عم بتكون effective stimulation، يعني عم بتكون stimulation قادرة تخلق لي action potential. تاني شي بدي انتبه له انه ضروري يكون عندي action potential بالpre، يعني هون في action potential عم يمشي بالpre synaptic neuron. هلأ لحدد اذا synapse هي excitatory او inhibitory بعد ما اتاكد انه في عندي اكشن بوتنشال بالبري، بدي اشوف اذا عندي اكشن بوتنشال بالانهبيتوري. اوكي هلا اذا عندي اكشن بوتنشال، سوري بدي اشوف اذا عندي اكشن بوتنشال بالبوست سينابتيك ممبرين. هلا اذا خلق عندي اكشن بوتنشال بالبوست سينابتيك ممبرين بعتبر انه هيدي السينابس هي اكسايتاتوري. اوكي إذا ما خلق عندي action potential بالpost synaptic membrane، so بعتبر هيدي synapse هي inhibitory. So لتقدروا تحددوا type of synapse
بدكن تشوفوا انه في عندكن nervous message، في عندكن action potential بالpre، بس هيدا المسج ما عم ينقل على البوست او عم ينقل. اذا نقل يعني اذا خلق عندي action potential بالبوست so excitatory، اذا ما خلق عندكن action potential او nervous message بالبوست يعني هيدا بتكون inhibitory. اوكي هلأ ممكن يطلبوا منكم انه تعطون hypothesis. بهيدي الهايبوثيسس شو معقول يقولوا لكم؟ مثلا ممكن يقولوا لكم انه في specific neurotransmitter، for example هيدا النيوروترانسميتر اسمه acetyl choline. اوكي this is a type of neurotransmitter. بيقولوا لكم انه هيدا الاسيتيل كولين بيكون excitatory بالمصل، بالعضل هو excitatory بيعمل contraction للعضل، however بالهارت بيكون inhibitory. طيب formulate a hypothesis، عطول اكتبوا بالhypothesis شو بعمل. اول شيء بعمله قبل ما افكر باي شيء I write the word hypothesis، وبعدين هلا بكتب جملتي. جملتي لازم تكون declarative، يعني ما فيها ما تكون question، ما يكون فيها interrogative mark بالاخر، هي a declarative sentence. اوكي so كيف الاساتيل كولين، كيف نفس النيوروترانسميتر ممكن يكون اكسايتاتوري بمحل انهبيتوري بمحل ثاني. سو هون الفرضيه الاوبفيس يلي لازم تكون انه نوع السينابس ما بيرتكز ابدا على نوع نيوروترانسميتر، بالعكس هو بيرتكز او بيعتمد على الريسبتور يلي بالبوست سينابتيك ممبرين. نحن كيف بدي افكر انا انه طلع الهايبوثيسس؟ بدي افكر انه هن عم بيقولوا لي كيف اكسايتاتوري بمحل، كيف انهبيتوري بمحل ثاني. احنا قلنا انه على اي اساس منحدد اذا synapse excitatory inhibitory؟ اذا خلق nervous message هون بالبوست، صح؟ طيب امتى بيخلق او ما بيخلق nervous message؟ لما يصير في عندي fixation للneurotransmitter على receptor. اوكي سو هون بدي بلش فكر انه الhypothesis تاعتي بدها تكون لها علاقة او بالneurotransmitter او بالريسبتور، لانه هن هو الفيكسيشن بين بعضهم هن اللي بيخلقوا لي او لا اكشن بوتنشال. سو اذا هو هيدا النيوروترانسميتر كان بمحل اكسايتاتوري بمحل انهبيتور، يعني هو ما له علاقه، مين بضل له علاقه؟ ريسبتور. اوكي سو نوت ذات نيوروترانسميترز كان بي اكسايتاتوري بمحل انهبيتوري بمحل ثاني، حسب شو بتعتمد، يعني حسب شو هاي الساينابس تصنف اكسايتاتوري او انهبيتوري، حسب نوع الريسبتور يلي موجود على البوست سينابتيك ممبرين. اوكي هيدي التيبل منا للحفظ، بس هيك تو بي فاميليير، يعني تصيروا هيك شوي تاخدوا على اسامي النيوروترانسميتر. واحد من النيوروترانسميتر يلي كتير رح نستعملهم هو اسيتيلكولين، وعندي الدوبامين. هلا الاسيتيلكولين هلا حكينا عنه، قلنا بيقدر يكون اكسايتاتوري بالعضل وانهبيتوري بالقلب. نورادرينالين هيدي نيوروترانسميتر، وهي عندها رول كتير مهم بالستيت اوف ويكفولنس، المود ريجوليشن. دوبامين له علاقة بال ستيت او البلاجر، اوكي سنسيشن اوف بلاجر بيعطيني الدوبامين. سيروتونين ريجوليشن اوف بودي تمبرتشر. اندورفين هو ناتشرال انالجيزيك، بخفف الوجع، اتس نورمالي سكريتد انسايد اور بودي. اوكي سو هن هول الثلاثه اكثر شيء اللي حنستعملهم. مثل ما قلت لكم انا ما بدي تحفظوا شيء من هيدي التيبل، بس هيك تو بي فاميليير مع هول النيورو ترانسميترز، لانه ليتر اون في منهم حيمرقوا معنا. اوكي وثانك يو سو ماتش.